بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين أيضا في هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق المميز. نسير وياكم أيها السادة متابعونا الكرام مع امتياز ثاني بن راشد. امتياز ثاني بن راشد المالكي من ينطلق مع المركز الاول، اما في المركز الثاني لاحظ مع المركز الثاني ايضا الشايب محمود بن سعيد الحارثي من ينطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث شعر محمد بن هدوب المالكي على المركز الثالث والمركز الرابع لاحظ هناك مع المركز الرابع والتدخلات ايضا القادمه. والمنطلق نجود علي بن سالم بن حاكم المالكي على المركز الرابع والمركز الخامس القادم بشعارات مميزة. والمتوايد جلمودة ذياب بن هلال المعمري على المركز أيضا الرابع والمركز الخامس أيضا المركز الخامس. شهنية مظفر بن عبد الله العمري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم. أعود إلى مقدمة الشوط إلى الانطلاقة مع امتياز من اندفعت في هذا الشوط وانطلقت نحو الصدارة وفي قيادة امتياز ثاني بن راشد المالكي من ينطلق بهذا الاندفاع وحيد بعيدا عن الجميع بعيدا عن الكل من ينطلق مع امتياز المركز الثاني أيضا بشعار حمود بن سعيد الحارثي مع المركز الثاني. المركز الثالث أيضا بشعار علي بن سالم المالكي مع أيضا الشاهنية. المركز الرابع رابع المراكز القادم في هذا الانطلاق حاملة 26 يا سلام الشهنية سالم بن شطيط المالكي المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات من الأسماء الجميلة والمتدخلة. لكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط امتياز 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 ونحن في موقع الامتياز اللي راحت مع المركز الأول اللي يبي يتقدم مع امتياز ثاني بن راشد المالكي من هذا اللي انطلقت نحو الصدارة ضمن شكلها الجميل وانطلاقاتها الجميلة وتحدياتها المثيرة. هنا مع المركز الأول من يعلن هذا الناموس والانتصار للكل ثاني بن راشد المالكي بانطلاقاته وتحديات امتيازه. هنا مع صدارة هذا الشوط المركز الثاني ثاني المراكز شعار سالم بن شطيط المالكي المركز الثالث. حجبت علينا الرؤية حجبت علينا الرؤية أيها المشاركون. عود إلى الصدارة عود إلى المركز الأول لا ننتظر المراكز الخلفية. هناك امتياز على المركز الأول باعدت عن الكل. يا سلام يا سلام يا سلام هذه امتياز ثاني بن راشد المالكي راحت عن الجميع والله. انطلقت ومرت مرور الكرام نحو المركز الأول نحو الصدارة نحو القيادة هذا الشوط ثاني بن راشد المالكي. ما في اثنين يا ثاني في هناك مع المركز الأول من ينطلق على الصدارة مع امتياز ثاني بن راشد المالكي. هل من منافس يا أخواني يتقدم مع المركز الأول من يتقدم على الصدارة على القيادة هذا الشوط أيضا القدوم من الأسماء القادمة الشاهنية على المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز. ناصية حمود بن علي الوهيبي الكيلو متر الأخير الكيلو المتر الأخير الشاهنية على المركز الأول وناصية على الصدارة أو امتياز امتياز هذه امتياز على المركز الأول ثاني بن راشد المالكي من يعلن هذا الفوز والانتصار الجميل معلن الناموس الجميل. هذا امتياز ما زالت صامدة على المركز الأول المركز الثاني الشاهنية ثاني المراكز وبقيادة الشاهنية أيضا على المركز الثاني أيضا سعود بن سالم العامري. لكن ما زالت الصدارة مع امتياز انطلقت نحو الصدارة نحو المركز الأول
بهذا الانطلاق الجميل والانطلاق المميز. لكن المركز الثالث، المركز الثالث حاملة رقم 7 ناصية حمد بن علي الوهيبي على المركز الثالث، لكن هذه الثلاثية امتياز ما زالت صامدة على المركز الأول. من ينطلق على الصدارة على المركز الأول؟ امتياز ما زالت صامدة حتى الرمق الأخير، لكن الثنائي الجميل، الثنائي الرائع والمميز على الصدارة على المركز الأول. لكن غيرت الشاهنية، غيرت مع المركز الأول بمتابعة الشاهنية سعود بن سالم العامري مع الشاهنية معلن الفوز والانتصار. لكن ناصي على المركز الثاني والشاهنية، الشاهنية ما زالت صامدة على المركز الأول. سعود بن سالم العامري معلن الفوز والانتصار الجميل، تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل وهذه الاندفاع المميز، تهانينا والناموس. المركز الثاني ناصية أيضا مع المركز الثاني وبقيادة حمد بن علي الوهيبي، المركز الثالث امتياز ثاني بن راشد المالكي، ثاني والناموس لمالك الشاني سعود بن سالم العامري. التوقيت الزمني 6:07 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.